شكرا. انا نحب في البدايه يمكن ان توجه كلمه شكر الى جمعيه معرض فاقس لكتاب الطفل على النشاط اللي قامت به صبيحة هذا اليوم لفائدة التلاميذ في ثلاث سنوات في الثامنة والتاسعة أساسي والخامسة والسادسة ابتدائي. هذه المسابقة تتمثل في مسابقة إملاء باللغة العربية. سبق هذه المسابقة وأن تم تمكين التلاميذ من مجموعة من الكتب تم الاطلاع عليها، ومن خلال مطالعتهم تم كمان إنجاز موضوع خلال الاختبار بالنسبة للصنفين. وهنا نحب نتوجه كلمة شكر خاصة لكافة التلاميذ والإقبال المكثف اللي عشناه هذه الصبيحة من كل التلاميذ، سواء من تلاميذ سنوات الخامسة والسادسة ابتدائي أو كذلك الدرجة وصلوا في المشاركين اليوم أكثر من 360 تلميذ. كذلك لابد أن أتوجه بكلمة شكر إلى السادة المربين ابتدائي وثانوي على التطوع نتاعهم وحضورهم المكثف في صبيحة هذا اليوم، ثم المشرفين كلا وكل الظروف تمت في معنا على احسن نظام. وهذا بكل صراحه كلا يخلينا كلا معنا هذا هو العمل كلا الجمعيات كلا الصحيح الذي كلا معنا نعول عليه كثير في قطاع التربيه. وان شاء الله في نفس هذا الوقت هناك مسابقه اخرى تقع في المعهد النموذجي بخصوص ماده الرياضيات، وهذا كلا يعطي دفعه كلا التلاميذ ويعطيهم فرصه كلا باش يزيدوا كلا يحسنوا من القدرات نتاعهم ومن مكتسباتهم. مع الشكر الجزيل لكل من ساهم كلا في إنجاح هذه التظاهرة. عايشة بالحاج، نخدم مستشارة تعليم التوجيه المدرسي والجامعي، عضوة بجمعية معرض فاقس لكتاب الطفل، ومديرة هيئة الإملاء، وأيضا اللقاءات الأدبية والحكاية. اليوم نجري التظاهرة هذه اللي هي مسابقة الإملاء باللغة العربية. المسابقة هذه تنظمها جمعية معرض فاقس لكتاب الطفل، وجمعيتنا هي جمعية ثقافية تهتم بالشأن الثقافي، وتنظم كما نعرف الكل في جهة صفاقس وحتى في بقية المدن الأخرى نظموا تظاهرة معرض صفاقس لكتاب الطفل اللي هي تظاهرة سنوية، وإن شاء الله الدورة 20 قاعدين نستعدوا لإجرائها من 20 إلى 30 مارس. المسابقة هذه اللي هي كما قلت الإملاء باللغة العربية، مسابقة نتوجه بها لتلامذتنا في الابتدائي في مستويي الخامسة والسادسة، وأيضا تلامذتنا في الإعدادي في مستويي الثامنة والتاسعة. المسابقة هذه تغطي كل المدارس الابتدائية والإعدادية بالتنسيق مع مندوبي الجهوي للتربية، واليوم حاضر معنا سي إبراهيم هيت في مندوب الجهوي للتربية بصفاقس واحد. وجهنا الدعوة للسيدين مندوبين، حضر أحدهما اللي كما شاغل السيد مندوب بصفاقس اثنين،
تحضر معنا زيد المسؤولة على التنشيط الثقافي سيدة زهرة كمون، مساعدونا هذوما لكي نغطي كامل المؤسسات التربوية. اليوم أثناء الدورة الرابعة كما قلت، وفي الدورة الرابعة وسعنا من دائرة نطاق المسابقة هذه باش تشمل جهة سيدي بوزيد. إن شاء الله الدور التمهيدي نجريه إحنا بالتنسيق مع جمعية المواطنة في سيدي بوزيد عن طريق زميلتي اللي هي مستشارة تعليم وتوجيه مدرسي وجامعي، اليوم تواكب معنا فعالية الدورة هذه مهيبة شاكر مش تكون منسقتنا في جهة سيدي بوزيد، ومعنا مجموعة كاملة من خيرة المربيات والمربين، واليوم كلهم جاونا متطوعين ساهموا في الإملاء، ساهموا في الإصلاح. مجموعة أخرى أيضا من لجنة العلاقات العامة اللي يتعاونوا معنا في الجمعية، خاطر في كل قاعة عندنا مراقب وعندنا المملي الإصلاح يقوموا به اليوم السيدات والسيدة المربين على عين المكان، إصلاح مزدوج بحضور اللجنة قانونية فيها 3 أساتذة محامين يهتموا هما بمراقبة كل الحيثيات حتى تكون الإملاء يعني في غاية الشفافية. 17 ديسمبر وبعد 14 جانفي نعيشوا هذه الانتقال الديمقراطي اللي نحبوه، يكون فعل انتقال يحمي الفكر ويحمي المبدع ويحمي الإبداع ويغرس قيمة المطالعة ويغرس قيمة النقد. علاش نقول هذيا؟ لأنه توجهت لنا أثناء بالذات وهذا ما كناش نعيشوه قبل، وبالفعل أنا متأسفل هذيا الانتقادات اللي توجهت لنا اليوم من بعض أولياء، من بعض مديرين، من بعض حتى مسؤولين على المشهد التنشيط أو المشهد الثقافي في البلاد، انتقادات لبعض الكتب اللي أعلننا على أنه المسابقة مش تكون من ضمنها، كما قصة توفيق يوسف عوادي هذه اللي السهام توجهت لها، رغم اللي توفيق يوسف عوادي هو من كبار الأدباء والمبدعين في الوطن العربي. توفيق يوسف عواد يعني فعلا مبدع، عنده رواية نقول لكم، عنده رواية طواحين بيروت اعتبرت من أفضل 100 رواية عربية أو عالمية. توفيق يوسف عواد توفي بقذيفة في الحرب الأهلية في بيروت، وقيت على بيته. الكتاب هذي قميص الصوف اللي هو مجموعة قصصية اخترناها احنا لمستوى الابتدائي، نحب نقول اللي القصة هذه مدرجة في البرنامج الرسمي للمطالعة. القصة هذه النص اللي اليوم اخترناه، معناها اخترنا جزء من القصة، من قصة قميص الصوف، اخترناه اليوم نص للإملاء. النص هذا مدرج أيضا في برنامج سنة 7 من التعليم الأساسي. النص عنوانه تضحية أم. النص هذي اخترناه لما فيه من جمالية أدبية ومن قيم تربوية أيضا. نص يتحدث على أم ترملت في سن مبكرة، آثرت أن لا تتزوج، ضحت لكي تربي ابنها، كرست نفسها لتربية ابنها. النص هذا جميل والقصة جميلة جدا جدا، يعني تروي إيثار أم، تضحية أم، تروي زيارة الابن الذي شب وتزوج وابتعد عنها، ذهب من القرية إلى المدينة بيروت يزورها في ليلة رأس السنة، ليلة الميلاد، يهدي لها يعني كمية من خيوط الصوف لكي تخيط لنفسها صدارا، تريكو يعني لكي تدفئ نفسها، فالأم تنهمك في إعداد هذا الصدار لكي تهديه لابنها ليلة عيد الميلاد. يعني يروي إيثار الأم، تضحية الأم. أقول وأنا في غاية الأسف أن اليوم نسمع اليوم ناس تجي تنقد القصة هذه وتجي تقول اللي فيها إيحاءات جنسية واللي القصة هذه لا تلائم أبنائنا، ونلقى حتى مقالات اللي تخرج في الصحف الصفراء اللي تقول اليوم القصة هذه تسربت خطأ للبرامج الرسمية، وفما ناس اليوم تحب تطهر البرامج الرسمية والإبداع كما يدعي أنهم يحبوا يطهروا الإعلام ويطهروا القضاء، لكن نقول لهم سنناضل من أجل الثقافة الحرة، من أجل الإبداع الحر، من أجل الكلمة الحرة، والأدب حرية أو لا يكون. هذه من الأهداف اللي تسعى إليها جمعيتنا،
وإن شاء الله إحنا كمثقفين هذا دورنا وهذه مسؤوليتنا وهذا واجبنا، وإن شاء الله نواصلوا وكلنا استعداد وكلنا إيمان بدورنا هذا وتربية أبنائنا على الفكر الحر والفكر المبدع. شكرا. سجيع يعيش بالحاج. Thank you.